اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه اللي بنتكلم فيها عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها. والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن الاسره السادسه وبالتحديد عن عصر الملك تيتي. وهيبدا كلامنا في حلقه النهارده عن تماثيل الملك تيتي. وبالنسبه للتمثال المجسم الوحيد اللي قدروا علماء الاثار يوصلوا له اللي كان خاص للملك تيتي، قدر عالم الآثار جيمس كيبل ان هو يكتشف التمثال ده وقت ما كان بتحصل على عمليات حفر في منطقة سقارة سنة 1906، واكتشفوا المهندس عن طريق الحفر اللي كان حاصل تحت الارض، واكتشفوا التمثال ده جوه مقبرة الملك تيتي. والتمثال ده موجود حاليا في المتحف المصري ومعمول من الجرانيت الاحمر، وطول التمثال ده حوالي 74 سنتيمتر. وللأسف التمثال ده فيه مشكلة وعيب كبير جدا، ان الجزء السفلي من التمثال وهو ما تحت الركبة للأسف مفقود من التمثال ده. والتمثال ده بيظهر فيه الملك تيتي وظهره مسنود على عمود، ويظهر فيه طبعا الملك تيتي ورجله اليسرى متقدمة على رجله اليمنى، ودي حاجة مشهورة جدا في تماثيل عصر الدولة القديمة. ومن الحاجات اللي تشد انتباه الناظرين والناس اللي بتبص على تمثال الملك تيتي، هنلاحظ ان الملابس اللي كان بيلبسها الملوك في العصر ده كانت قصيرة جدا. وهنلاحظ في تمثال الملك تيتي بالتحديد ان حاط على رأسه التاج الابيض المميز لجهة صعيد مصر في عهد الدولة القديمة. وهنلاحظ في التمثال ده ان العيون والحواجب متشكلة بشكل دقيق جدا، بس التمثال ده من الملاحظ فيه انه كان تم تصويره او تم عمله ونحته بدون الدقن المزيفة اللي هي الدقن الطويلة اللي كانت مميزة لكل الملوك الفراعنة. وللأسف التمثال ده مفيش عليه اي علامة تبين ان هو تابع للملك تيتي او تأكد ان هو تابع للملك تيتي، لان اسم الملك كان بيتم كتابته على القاعدة السفلية اللي موجودة في التمثال. بس طبعا زي ما احنا عارفين التمثال ده من اول الركبة او ما تحت الركبة لغاية رجول التمثال او قاعدة التمثال نفسه مش موجودة في التمثال، وبيعتقد بعض علماء الاثار ان هي فقدت او سرقت. وفي اعتقاد بيدور ما بين علماء الاثار وبيعتقدوا ان التمثال ده راجع لملك تاني او مسؤول كان موجود في عهد الاضمحلال الاول، والعهد ده اللي كان فيه الاسرات من اول الاسره الثامنه لغايه الاسره الـ12. قدر عالم الاثار الدكتور ويليام سميث ان هو يعمل تجارب وابحاث كتيره جدا على تمثال الملك تيتي، وقدر فعلا بعد الابحاث الطويله دي انه يتاكد ان التمثال ده يرجع للملك تيتي فعلا. ولما نتكلم عن موت الملك بيلاحظ ان في اقوال كتيره جدا عن موت الملك، بس ابرز الاقوال دي راجعه للمؤرخ والكاهن مانيوتون اللي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد، بيقول ان الملك تيتي قتل بسبب خيانه وتمرد حصل عليه من الحرس الخاص اللي كانوا مسؤولين عن حمايه الملك، والحرس دول نتيجه التمرد واحد منهم هو اللي اغتال الملك. وبيعتقد بعض علماء الاثار ان اللي قام بعمليه الاغتيال دي هو اوسر كارع، وده بسبب ان هو كان وزير للملك في الوقت ده، فلاحظ ان هو قتل الملك الحاكم لمصر هو اللي هيعتلي عرش مصر، بسبب ان الوريث الاساسي وولي عهد الملك كان لسه صغير السن. وبالنسبة للملك بيب الاول وهو ولي عهد الملك تيتي، ما قدرش ان هو يعتلي عرش مصر الا بعد وفاة الملك اوسر كارع، واللي هو كان وزير للملك تيتي وقت فترة حكمه. وبالنسبة لذكرى الملك تيتي في مصر القديمة، ظهرت قصة للملك ده في عهد الدولة الوسطى والدولة الحديثة، بتقول ان روح الملك تيتي بتظهر مرة تانية وهو قائد للجيش في منطقة جبانة منف. بالنسبة للقصة اللي نقعد تحتها لحضراتكم، للأسف هي قصة غير مكتملة، وبرضو أصلها مفيش أي تفاصيل عنه، عشان كده المؤرخين وعلماء الآثار مش معترفين بالقصة. وفي بداية حكم الأسرة الـ18 كتبت بردية مهمة في مجال الطب. البردية دي اسمها بردية إبليس الطبية، وفي واحدة من أقسام البردية دي بيذكر الطبيب اللي كتب البردية واحدة من العلاجات دي بتقدر ان هي تطول الشعر، وبيذكر برضو الطبيب اللي كتب البردية دي ان العلاج ده تم وصفه من خلال ام الملك تيتي، وهي كانت اول واحدة تستخدم العقار ده.
وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلامي معاكم عن عصر الأسرة السادسة، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.